كيف اي واحد فينا نهار اللي كيطير له النعاس كيدخل لمواقع التواصل الاجتماعي وكيبدا كيقلب على شي حاجه باش يجيب النعاس، طالع هو طالع هو حتى كنطيح على واحد العنوان اللي قفز من بلاصه السير رجعت شعلت الضو وبديت كنقرا وانا كنلقى ودي احشم نقول هجير الاعلام ديال الجزائر اللي خمشلو الاغنيه المغربيه وسرقوا التراث ديال المغرب وكيقول لك بانه التراث ديال الجزائر. هذا المغني مغربي معروف الله يرحمه عبد الصادق شقاره اللي غنى الاغنيه نتاع بنت بلادي يا بنت بلادي معروفة وهما نسبوها لهم وكيقول لك بأنها من التراث ديال الجزائر. خوتي العزاز هاد الحلقة اللي غادي نشوفوها اليوم ديال هاد الإعلام الجزائري الفاشل اللي دائما كيهز التراث ديال المغرب وكيقول لك بأنها من التراث ديال الجزائر، ما كيحشمو ما كيحيو، واخا تبغيو كتكذبو راه غنفرشوكم غنفرشوكم. خوتي العزاز ما غنطولش عليكم غادي نمشيو نشوفوا هذه الحلقه وغادي نشوفوا واحد المقطع ديال واحد الفيديو اللي جايبينه في هذا البلاطو كيغني هذاك وعاجبو راسو كيقول لك بانه هو اللي لحن هذه الاغنيه وهو اللي غناها ومعروفه عندهم في الجزائر. فعلا هذه الاغنيه معروفه في العالم كامل. خوتي العزاز ما تنساوناش من اللايك ديالكم ما تنساوناش من التعليق ديالكم بطبيعه الحال الا عجبكم هذا الفيديو. يلا نشوفوا الحلقه ونتلاقاو في التالي. برافو عليك برافو 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 عليك ولكن ما تقولش هذه ديال الجزائر اصاحبي حشومه عليك اصاحبي عيب وعرقاء اصاحبي تورات باي لا شنو نقول لك كيفاش لحنت هذه الاغنيه او التلحين او الموسيقى يعني كما تكون كما تعاودوا يعني ما لا هذه شويه مضيت فيها غنيتها صافي لونتون اللي سجلتها مع امين دهان هذه في 2012 ما لقيتش صعوبه في تاديتها لا والله كما يقولوا شعت وعشت شمة 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 والله ما كيحشمو والله القسم ما كيحشمو. قال لك سيدي بان هاد الاغنيه ديالو هو الفها هو مثلا غناها في 2012 ودابا غير رجع عاودها. علاش ما تعترفوش بالحقيقه وتقولوا هاد الاغنيه ديال واحد المغني مغربي ومعروفه في المغرب وحنا غنيناها؟ هاد الاغنيه راه غناوها اسبانيين غناوها مغاربه غناوها ناس من اوروبا معروفه كتغنى في الاغنى في الاعراس غناوها فين ما مشيتي كتسمع هذه الاغنيه المغربيه. الا شدينا دابا اي واحد ما يكون باقي صغير وتطلق له
هذه الأغنية غادي يغنيها، لأنها أغنية مغربية 100%، أغنية مغربية 100%. أي واحد مغربي كتطلق له هذه الأغنية كيرجع للوار، كتردو بزاف. ما كاينش شي واحد فينا اللي ما عرفهاش. ويجي هذا الكرغولي يطلع في هذا البلاطو الجزائري وكيقولها وما كيحشمش، وكيقول لك انا الفتها وانا عاودتها وانا مثلا ديالنا نتاع التراث ديالنا. واش ما حشمتيش صاحبي؟ واش شويه صاحبي، شي شويه ديال دير شي شويه المروه، تبقاش كتكذب علينا صاحبي. المغاربه راه حنا عايقين بك صاحبي، التراث نتاع المغرب راه هذه حاجه باينه هذه يا صاحبي، بلا ما تبقى كتكذب. قول الزينة الاغنيه عند هذا الاخ الله يرحمه، وعاودناها لك كلمات ولحناها باللحن ديالنا وغنيناها بطبيعه الحال كما كتقول نتايا، كيغنيوها في الاعراس الجزائريه معروفه هاد الاغنيه، غنوها بالتركيه، غنوها خلو فين ما غنوا هاد الاغنيه هادي، غنوها بالسبليونيه. كاين الناس اللي عاد تعاودت هاد الاغنيه، غنوها بزاف نتاع المغنيين، منهم مغاربه منهم اجانب، ولكن ما كيقولوش بان الاغنيه ديالنا تاع التراث ديالنا. نتوما اي حاجه كتقولوا بانها ديالكم، ديتو الطعام قلتو ديالكم، ديتو التكشيطه قلتو ديالكم، ديتو العماريه قلتو ديالكم، اي حاجه كتقولوا ديالكم. زعما راه هادشي هذا راه بزاف، والله الا بزاف. قلت المغاربه كنتمنى باش يكون عجبكم هذا الفيديو، شكرا لكم بزاف الا كنت طولت عليكم في هذه الحلقه، وما تنساوناش من الدعم ديالكم، وما تنساوناش من التعليق ديالكم. بطبيعه الحال الا عجبكم هذا الفيديو، الناس اللي مازال ما اشتركوش معنا مرحبا بكم خوتي المغاربه، ما عليكم الا تفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم اي جديد ان شاء الله. تبارك الله عليكم، والى حلقه اخرى ان شاء الله. مع السلامه، وديما مغرب.